ولتحليل أبرز ما جاء في سوق المال المصري ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذة حنان رمسيس محلل أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أذاريب ببرنامج أرقام وأسواق. مساء الخير يا إنجي. مساء النور أستاذة حنان. يعني بداية البورصة المصرية شهدت اليوم انخفاضات جماعية كبيرة، ما تحليل حضرتك لجلسة اليوم وأسباب هذا التراجع الكبير؟ بصي، التراجع الكبير في البورصة المصرية بيرجع لمبيعات المؤسسات العربية والأجنبية اللي هي مترقبة ترقب حذر للعديد من القضايا، منها تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار اللي اتكلمت عليه البنوك العالمية، اللي ممكن يحصل التحريك في خلال هذا الشهر بنسبة 10%، مما يخفض من قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى تقريبا 35 جنيه. فطبعا ليه يخش يشتري في السوق دلوقتي وهو قدامه فرصة أنه يستنى لما يعلى قيمة الدولار أو قيمة الدرهم ويبتدي يخش، أو يعني الريال، ويخش يشتري على القيم الجديدة؟ ده هام. وهام الثاني أن في ترقب لشهادة محافظة الفيدرال الأمريكي أما الكونجرس اليوم لتوضيح مستوى أسعار الفايدة، اللي احنا متوقعين المزيد من الرفع، مزيد من السياسات النقدية التشددية. طبعا دي بتأثر على أسواق الخليج، ودايما برضو نعمل اعتبار لما بتكون الأسواق الخليجية فيها نوع من الخسائر بيطلع المستثمر من سوق إلى سوق آخر لدعم نشاط سوقه. طبعا في جلسة النهاردة كان في انخفاض لكافة المؤشرات، ولكن كان في فرص جيدة في العديد من الأسهم، وشفنا يعني تحركات سعرية في العديد من القطاعات، ولكن الحالة العامة كانت على مبيعات. طبعا لازم أوضح شيء، لما بيبقى في مبيعات مكثفة من قبل المؤسسات، المتعاملين بالنظم المتخصصة بيقوموا ببيع أسهمهم لأن بيخافوا من ارتفاع النسب القانونية. فطبعا الانخفاض بيتلوه انخفاض والارتفاع يتلوه الارتفاع. طبعا يبقى في حذر في السوق، ولكن المقتنص للفرص هو اللي بيبقى قادر ان هو يستوعب هذا الانخفاض، لان فعلا يعني احنا بقالنا فتره على انخفاضات، واحنا حتى كنا كسرنا مستوى دعم مهم جدا هو 16500 نقطه، ولكن انا اعتقد ان هي دي كانت نهايه الانخفاضات، ونبتدي من بكره يعني في تجميع من قبل المؤسسات المحليه اللي كانت في اخر الجلسه عملت نوع من التجميع في العديد من الاسهم القياديه. نعم، ولتحليل أبرز ما جاء في بورصة أبوظبي والتي شهدت انخفاضات، ما تقييم حضرتك لجلسة اليوم وأيضا أبرز ما جاء فيها من أحداث؟ برضه سوق أبو ظبي عنده ترقب لرفع أسعار الفايدة في الولايات المتحدة الأمريكية. هو تأثر الفترة اللي فاتت بارتفاع أسعار النفط، ولكن تذبذب سعره بيأثر على السوق بالسلب. طبعا احنا عارفين ان السوق بقاله فترة على اتجاه عرضي، اللي جلسة يرتفع وجلسة ينخفض، ولكن ده لا يدعم الاستثمار، ولكن بتدعمه المضاربة. سوق أبو ظبي انخفض النهاردة 48%، وصل لمستوى 9947 نقطة بقيم تداولات 1.72 مليار درهم. وطبعا معظم الاسهم القياديه كانت على انخفاض، وتراجعت وخسر الراس المالي السوقي النهارده 10 مليار درهم، ليتراجع القيمه السوقيه ل 2.487 تريليون درهم. لازم نحط برضو في اعتبارنا ان الحاله اللي هي بتبقى العرضيه اللي فيها الاسهم، لان ما فيش منتج جديد يناشد يعني رغبات المستثمرين، ده بيخلي الاتجاه داخل الاسواق نوعا ما هادئ، وما بيكونش فيه الزخم القوي اللي يبقى متوقع. نعم استاذة حنان، هرمس اعلنت انها تعمل على 4 طروحات جديده في بورصتي دبي وابو ظبي حتى نهايه العام، ما اسباب توسع دوله الامارات في الطروحات استاذة حنان؟ طبعا لازم نهتم بحاجة، ان كان في العام الماضي كان عامل استحواذات والاندماجات والطروحات. طبعا الاسواق في الامارات مهتمية جدا بتنمية الاسواق وزيادة المنتج لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، اللي دعمت الخزانة الحكومية للدولة بالفائض المتحقق من هذه الطروحات. طبعا الطروحات بتجذب المتعامل الاجنبي اللي بيشوف ان في تلك الاصدارات فرص متاحه للاستثمار، لانه كمان بيدعم راس المال السوقي للاسواق، وبيزود من حجمه، وبيزود كمان من قدرته على التواجد في المؤشرات العالميه بالاسهم الجديده اللي بيتم طرحها، اللي بيبقى عليها زخم واهتمام من قبل المتعاملين. طبعا عارفين ان شركه هرمس بتدير طروحات في منطقه الخليج، وطروحات ناجحه جدا، ما بتقتصرش بس على دولة دون أخرى، هي متنوعة الأنشطة. في هيبقى طرح في السوق السعودي، وفي طروحات في ما بين سوق دبي وسوق أبو ظبي زي ما حضرتك قلتي في التقرير بخلاف طرح أدنك، وفي كمان طرح قادم متواجد في سلطنة عمان، وطرح في دولة الكويت.
كل الطروحات دي بتدعم الزخم المتواجد في منطقة الخليج، اللي هيبتدي طبعا الطرح من الربع الثاني وهيستمر حتى الربع الرابع. وموضوع الطروحات دوت من المواضيع اللي بيهتم بيها المتعامل سواء الخليجي والعربي والاجنبي، وبيرصد له مبالغ ماليه كبيره، لانه عارف ان في اول الطروحات دي بيبقى في فوائد ماليه ومكاسب راسماليه عاليه يعني بيقدر يستفاد منها. صحيح، وضحت النقطه. بشكر حضرتك استاذه حنان رمسيس محلل اسواق المال لمشاركتك معنا اليوم.